بين الردع والتأجيج تتدفق الأسلحة المتنوعة على أوكرانيا. مع بواكير الحرب تدفقت على كييف أفضل وأحدث المعدات في العالم من الدول الأقوى بعشرات المليارات، وما زالت الأمور على حالها بعد مرور نحو 15 شهرا بين طرف روسي يهاجم وآخر أوكراني يدافع، وعلى استحياء يهاجم أحيانا. وشهدت آلية تقديم المساعدة العسكرية ونوعيتها وقدراتها التفافة محورية، حيث تطورت القدرات الدفاعية إلى الهجومية، وشملت المدافع الآلية المثبتة على الأبراج والصواريخ المضادة للدبابات والمركبات المدرعة والدبابات المتطورة مثل M2 الأمريكية ومردر وليوبرد الألمانية وتشالنجر البريطانية وصواريخ بعيدة المدى، وسط تعهدات بعدم ضرب الأراضي الروسية. وبرر الغرب سخاء معوناته العسكرية بأنه يأتي في إطار المساعي الرامية للضغط على موسكو لتسريع الاتجاه نحو الحل الدبلوماسي. وثمة جلبة حاليا وسط الحلفاء حول توريد طائرات F-15 إلى الأوكرانيين لمنحهم القدرات الرادعة للاعتداءات الجوية الروسية. وتتزعم بريطانيا جبهة أوروبية أبدت استعدادها لمنح كييف المقاتلات الأمريكية، فيما لا تزال واشنطن مترددة في هذا الأمر، لكنها أكدت عدم معارضتها نقل طائرات F-16 من طرف ثالث، خاصة وأن موسكو توعدت بتدمير تلك الطائرات في مدارجها وقبل إقلاعها، وهو ما قد يجلب السمعة السيئة لطائرات الولايات المتحدة المفضلة. كييف دأبت على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة، وصفها الرئيس الأوكراني بأنها أجنحة من أجل الحرية لتحل محل أسطولها القديم من طائرات ميج وسوخوي السوفيتية. لم تفلح بعد المراهنة على استراتيجية ردع روسيا عبر المساعدات الكثيفة لأوكرانيا، بل على العكس تماما، قد تستدرج كافة الأطراف نحو حريق شامل.